السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم أصدقائنا. النهاردة موقع يا جماعة، ويعني استثمار قوي جدا 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 النهاردة. يعني أعتبر إن ده أفضل فيديو على الإطلاق في القناة، يعني وفرصة العمر بجد. موقع استثمار، يعني أنا قعدت أصلا شهر كامل يعني مركز عليه، ومش بشتغل فيه بس بتابع الناس اللي بثق فيهم جدا جدا جدا، لغاية ما يعني طبعا يعني جابوا أو بعتوا إثباتات سحب للموقع، وشفت الأجانب يعني بيتكلموا عليه إزاي. الموقع ده يعني مش يعتبر موقع، يعتبر شركة استثمار قوية جدا جدا وفكرتها عبقرية فعلا. تمام، يعني انت الشركة ديت يعني هتحط فلوسك فيها وانت مطمن بنسبة 90%. تمام، كمان لو انت ما عندكش اي خبرة في الشغل على النت، او يعني ما عندكش اي موهبة او قدرة ان انت تشتغل ساعات كتير جدا على النت، لا استثمر في الموقع ده، لانه في ناس خبرة يعني هي اللي هتشتغل لك بالفلوس بتاعتك، في سواء كان تداول او بورصة او اي حاجة من الكلام ده. تمام، انت هتستثمر معاهم وبيجي لك ربح يومي، ربح بينزل لك يومي. تمام، ودي حاجة مهمة جدا جدا، ومفيش حد ادنى، الحد الادنى طبعا لا يذكر، الحد الادنى 10 دولار يعني. تمام، وهعلمك كمان ازاي لو انت يعني هشرح لك طريقتين. لو انت مش يعني يعني طريقة مدفوعة، ان انت لو عايز تكسب بسرعة يعني هتدفع للموقع وتستثمر، ولو انت مش معاك فلوس. تمام، برضه هعلمك ازاي تقدر تكسب من الموقع ده، طريقتين مدفوعة وطريقة مجانية، طريقة مدفوعة وطريقة مجانية. تمام، الشركة أو الموقع اسمه أنتاريس، شركة أنتاريس، وطبعا ده السايت بتاعهم. تمام، ده فيديو تعريفي كده للشركة. تمام، بيعرفك The طبعا world as we know it today is rapidly changing. Things that held relevance yesterday are already redundant and inept today. يعني بشوفه All كده products and services are sold through the multi-level marketing model, with more than 20% of the professional population operating in this market. Statistical data shows that around 15% of all the world's most. هم عاملين ايفنت كمان يوم 16، يعني في اليوم اللي انا بسجل فيه الفيديو ده، في ايفنت باللغات بكذا لغه، ايفنت بكذا لغه. تمام، اعتقد ان ده اول ايفنت لهم يعني. تمام، طيب نسجل ازاي في الموقع؟ نسجل فيه ازاي؟ هدخل على الساين اب من هنا، هسيب لك طبعا رابط الموقع اسفل الفيديو. تدخل على الساين اب، تمام، من هنا هيقول لك طبعا تضغط هنا، هيقول لك طبعا ساين ان، هتقول لا انا عايز ساين اب. هنا هتسجل ايميلك والكانتري وهنا الباسورد، وهنا تعيد الباسورد وتعلم على المربعين دولت وتقول له الساين اب. تمام، انا عشان مسجل طبعا في الموقع هدخل اسجل تمام بحسابي، و هوريكوا ازاي نشتغل. تمام، ده الموقع قدامك اهوت. تمام، طبعا جايب لك كذا خطه، كذا كذا يعني خطه للشغل. تمام، طبعا ده كده روبوت تداول، لو انت يعني عايز تتداول او ما عندكش خبره في التداول وحابب ان انت تدخل في موضوع الكريبتو كرنسيس والتداول في الكريبتو كرنسيس وحابب تدخل في المجال ده، فهو برضو نفس الفكره، في روبوت هو اللي هيتداول لك. تمام، وهيشتغل بفلوسك. تمام، بس احنا هنركز على اللاين بروفيت تيم، الخطه دي اللاين بروفيت تيم. تمام، اضغط عليها. تمام، هجيب لك اول نتاكد ان احنا على اللاين بروفيت تيم من فوق كده. تمام، وهيقول لك هنا ايه يعني البيانات بتاعتك. تمام، هنا الخطه ديت طبعا يعني اول طريقه من الطرق اللي هنشرحها هي ان احنا طبعا هنعمل ايه، نشحن رصيدنا. قدامك دلوقتي هعرفك ازاي تشحن الرصيد. تمام، وهنا نتعرف الاول على الخطط بتاعتنا. اقول لك من هنا كده
تمام. في أول خطة اللي هي الحد الأدنى بتاعها 50 أنتاريس، بالمناسبة العملة على الموقع بالأنتاريس اللي هي العملة بتاعتهم اللي هي بتساوي الدولار، تمام، 50 أنتاريس، تمام، يعني 50 دولار، تمام. هنا بيقول لك هنا الخطة ديت مدتها 280 يوم، تمام، والربح بتاعها 1%، تمام، 1%، طبعا ده ديلي يومي، تمام. بمناسبة عشان بس الايه الثبات الربح، يعني الرقم ده متغير مش ثابت، حاطط لك بوزيتيف يعني ايه، يعني عايز اقول لك ان هو يعني يزيد او ينقص، يعني مش ثابت، تمام. تمام، هنا برضو الخطة التانية بقول لك هنا من 100 إلى 150 أنتاريس، تمام، برضو خطتها لمدة 280 يوم، و2% البروفيت بتاعها، الربح بتاعها، تمام. وكذلك اللي بعدها من 200 إلى 450، والخطة لمدة 280 يوم، و3% الربح اليومي بتاعها، تمام. هنا بقول لك هنا الأنتاريس بيساوي 1 دولار، تمام. طيب أنا هختار إيه؟ هختار مثلا الـ50. تعالى كده ايه احط قدامكم دلوقتي ازاي ان احنا نودع في الموقع، هشحن قدامكم دلوقتي اول مرة، تمام. هنا بيقول لك انت هتشحن او رصيدك عايز تشحنه بكام، تمام. هنا بيقول لك انت ربحك بعد ما تخلص الخطة خالص هتاخد 142 أنتاريس بعد 282 يوم، 280 يوم، تمام، 280 يوم، وبيدي لك بونص يومين كمان يعني، تمام. بيقول لك ان انت ربحك اليومي هيكون 51 سنت، يعني نص دولار تقريبا في اليوم، وطبعا تقدر ان انت تسحب من اول 10 دولار، تمام. هنا بيقول لك ان يعني الربح بتاعك 1% يومي. هنا مثلا هقول لك ايه، هقول لك ال البونص والت، هل انت هتشحن من البونص والت ولا ترانزاكشن والت؟ انا هشحن ازاي؟ هروح هنا كده على الخطة بتاعتي لاين بروفيت تيم، وهنزل تحت كده، تمام، وهختار التوب اب بالانس، تمام، التوب اب بالانس، ماشي. في عندك كذا اختيار، بص كده، تشحن الرصيد بتاعك هتشحنه بكذا طريقة، أو الإيداع بكذا طريقة، سواء بيتكوين أو الإثيريوم أو اللايت كوين أو البيرفكت ماني أو اليو اس دي تي أو إيه، أو عندك فيزا مثلا هتشحن عن طريق الفيزا، تمام، أو الأنتاريس لوتري مالناش دعوة بيها، تمام. أنا هختار مثلا اليو اس دي تي، بيرفكت ماني ممكن تختارها اليو اس دي تي أو الإثيريوم أو اللايت كوين أو البيتكوين، أو لو معاك فيزا مثلا هنقول اليو اس دي تي، تمام، اجري. وهنعمل كوبل دي كده، ونفتح البير مثلا، وهنقول انا عايز على المحفظة دي، عايز مثلا 70، ورجعت لكم تاني يا جماعة بعد ما شحنت المحفظة على المنصة، تمام. احنا اخترنا اهم حاجة ان انت تتأكد ان انت على اللاين بروفيت تيم، تمام. هنزل تحت كده، تمام، الاقي ان الرصيد فعلا اهو في التوب اب بالانس ب 60.62، تمام. هنروح على ايه، على هنا كده الفاينانس، اقول باي انفستمنت باكج، تمام، واختار اول باقه اللي هي 50 انتاريس، تمام، واقول سيلكت، وهيقول لي عايز تشتريها، اقول له اه، انا لو اخترت 60 مش خلينا 50، تمام. ار يو وانتد تو باي انفست، اقول له باي، تمام، كونجراتوليشن بيرشيسنج ذا انفستمنت باكج، تمام. يبقى كده انا ايه عملت كده،
ريفريش، يبقى احنا كده تمام. فاضل هنا في الرصيد ده 10، واحنا كده ايه جددنا الباقة بتاعت الخمسين انتلس تمام. هنا خلي بالك هنا يعني هي 50، هي الباقة ب50 بس تمام. علشان تكبرها لازم توصل للمية، يعني بعد كده بتبدأ من 100 ل150، لكن تحت 100 بتبقى 50 بس تمام. طيب هنا كده عايزين نعرف هو بوزعها ازاي. لو وقفت هنا على اللاين بروفيتي، بص كده قال لك ان انت البورتفوليو بتاعك 50 انتلس، وربحك اليومي 97% بير دي، يعني قول 1% في اليوم. افريج جيت بص كده، يعني مش ثابتة عشان بس ايه ناحية الحرام، مش ثابتة يعني هي 97 ل1% تمام. دي طبعا الايه المنصة هي ده البالانس بتاعك، وده البونص والت تمام، وده الترانزاكشن والت. الخمسين بقى انتلس اهوت بيقول لك انت هيتوزعوا بأنهي كيفية. 50 انتلس هتوزعوا 10 هنا على الكريبتو كورنسيز، و10 هنا على الماتيريال ماركت تمام، حاجة رو ماتيريال ماركت تمام، حاجة فيزيكال، وهنا 10 انتلس على الفوركس، و10 انتلس على بروفابيلتي باي فيلد تمام، وهنا على الايه الكابيتال انفستمنت تمام. هو بيوريك اهوت يعني الخطة بتاعتك بتتوزع ارباح على ايه، او بيشتغل بيها في ايه تمام. وهنا بيقول لك اهوت انت في 24 ساعة كام في المية في ربحك في الاسبوع في الشهر في السنة تمام. وده كده الانفستمنت انفستد تمام، وده الارن اللي انت كسبتها دي تمام. وانت بتجيب هنا برضو خلال ضحك في الاسبوع قد ايه، في الشهر قد ايه، وفي السنة تمام يا شباب. ده كده طبعا دي الطريقة الايه المدفوعة. طبعا يعني هعمل لكم فيديو تاني اثبات للسحب قريب تمام، حد الادنى 10 دولار. دي الطريقة المدفوعة. لو انت بقى معكش فلوس او خايف من الريسك، يعني ممكن تشتغل ايه، تشتغل بالاحالة مجاني تمام، وتعمل فيديو مثلا او تشير اللينك بتاعك وتكتب كلمتين كده عن الشركة وتحط اللينك بتاعك علشان الناس تدخل عن طريقك تمام. ده بتجيب رابط من هنا كده تمام، وانا طبعا هسيب لك الرابط بتاعي اسفل الفيديو تمام. ده اليور ريفرال لينك، ده بتاخده كوبي وتديه للناس تمام، وبتعمل يعني كلمتين كده في بوست معين وخلاص. دي شركة، دي جماعة باختصار الشغل فيها، وازاي ان احنا اخترنا الباقة بتاعتنا او خطة الربح يعني، وازاي تشتغل فيها وازاي تودع فلوس تمام. وان شاء الله قريب اول ما اسحب هعمل لكم برضو فيديو اثبات السحب. فطبعا لو اول مرة تشوفنا على القناة تعمل اشتراك، لو عجبك الفيديو طبعا لايك عشان تشجعنا نجيب لك الجديد دايما. وطبعا ما تنساش تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.